عدة مؤسسات اقتصادية تتدحرج اليوم على حافة الإفلاس، مؤسسات كانت في مرحلة سابقة أحد أعمدة الصناعة والخدمات. اليوم ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، بات إرساء استراتيجية واضحة المعالم ضروري لإعادة إدخالها الدورة الاقتصادية. كاين الكثير من هذه المؤسسات العامة اللي أصبحت اليوم تمثل عبء سنوي على ميزانية الدولة من خلال عمليات إعادة الجدولة اللي استمرت لسنوات، من خلال عمليات يعني الإنعاش الاقتصادي اللي مسها، من خلال عملية الإعانات الكبيرة من الخزينة العمومية. اليوم بقى أنه هذا الموضوع هو اقتصادي، ولكن يتطلب قرار سيادي، قرار سياسي ومن أعلى يعني السلطة في الدولة، لازم على مستوى رئاسة الجمهورية، مستوى السيد رئيس الجمهورية من خلال مجلس الوزراء. أنا نظن بلي الحق الوقت اليوم أنه نصبوا لجنة من الخبراء الاقتصاديين، خبراء اللي يكون عندهم الاستقلالية تامة في عملية تقييم شامل ودقيق لسنوات من العجز الميزانية لهذه المؤسسات واقتراح حلول اقتصادية ناجعة. وإذا كانت خيارات إنعاش هذه المؤسسات محدودة، إلا أن التوجه نحو إشراك الخواص في التسيير أحد أبرز المقترحات، فيما يبقى التخلي عن الطابع الاجتماعي لهذه المؤسسات أحد الأساسيات لتخطي الوضعية الحرجة وفق استراتيجية اقتصادية براغماتية تضع ربح المؤسسة فوق كل اعتبار. العمال وين ندوهم؟ ثانيا الهياكل وين ندوهم؟ تصفية متى؟ ما نغلطوش نفس الغلطات على 95. صفينا شركات كانت واقفة، كان المواطن الجزائري، كان سوق الفلاح اللي كنا احنا نعتبره لا شيء ولا هو شيء، لأن كانت أسعار مضبوطة يخلي منافسة الأسعار خارج السوق. إذا لازم نعاودوا بحكمة أننا إذا ضخينا الأموال تحت طائلة ما فلازم الرقابة والتدقيق. إذا حبينا نصفوها أو الشراكة قطاعية فلا بأس بها. إذن الآن لازم القطاع الخاص مع القطاع العام نمزجوا بيناتهم في إطار شراكة علمية، شراكة هولدينغ ولا شراكة 1+1 ولا المهم تكون شراكة علمية مبنية على رأس المال تحت نظر مجالس الإدارة. الخزينة العمومية وإن كانت الممول الوحيد لهذه المؤسسات طيلة فترة احتضارها، إلا أن الأزمة الاقتصادية باتت تفرض اليوم إسدال الستار على الممارسة السابقة وإيجاد بدائل تضمن مردودية إيجابية على الاقتصاد الوطني.